الكاس ده بقى ايه؟ وايه التيشيرت اللي انتم ملبسينه للكاس ده؟ انا دي حكايه انا ما اعرفهاش، اعرف حكايه الكاس. ده حضرتك، ده الكاس طبعا بتاع افريقيا اللي ربنا كرمنا وكسبناه، وده صوره زميلنا المرحوم عاطف عبد الحميد. ده توفى السنه اللي فاتت قبل البطوله الافريقيه اللي فاتت، اللي ما كانش لينا النصيب يعني ان احنا نكسبها. فاحنا يعني ده كان زميلكم. توفى ازاي يعني؟ توفى يعني في حادث في اسكندريه، حادث مرور. كان بيصيف. لا كان بيصيف وغرق في اسكندريه. بينقذ اخته كانت هتغرق، فحاول ينقذ اخته، انقذ اخته وهو توفاه يعني. والله فهو كان كمان لاعب محترم جدا، الله يرحمه، خلوق جدا، كان لسه ناشئ متميز جدا في الفريق، وكان ينال محبة كل الأصدقاء وكل الأحباب وكل اللاعبين. ما هو اللي يضحي بحياته عشان ينقذ أخته أكيد حد فاضل وجميل طبعا، ده أكيد، وذكراه تستاهل إنها تتحط على كاس. يعني أقل حاجة إحنا نقدمها له يعني. الله يرحمه ويحسن إليه. الله يرحمه. بس ده ما يمنعش إن إحنا نشوف الكاس كمان شكله عامل إزاي. أيوه ده كاس فخم محترم يعني. مش